بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة كلية الهندسة جامعة الملك خالد قسم الهندسة المدنية، أهلا ومرحبا بكم في كورس Foundations Engineering 2. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع جديد خاص بالكورس بتاعنا، وهو تصميم الايزوليتد فوتينج بس subjected to reversible moment. احنا خدنا في الاجزاء السابقة ازاي نصمم الايزوليتد فوتينج subjected to one direction moment او عزم في اتجاه واحد، لكن النهاردة هنتكلم لو انا عندي عزم متعاكس او reversible moment. مبدئيا في الجزء ده بس عايزين نعرف ازاي بيجي العزم المتعاكس. لو انا عندي فريم بالشكل اللي قدامك دوت، كويس، واتفقنا ان الاحمال هنا منتظمه، الحمل هنا زي الحمل هنا، والمسافه دي قد المسافه دي، فهيجي لي هنا حمل فقط سنتريك ومفيش اي مومنت. لكن نفترض جدلا مثلا ان انا عندي كيس اوف لودنج، يعني انا حملت الفريم ده كله بالديد لود وحملت هنا لايف لود، نتيجه اختلاف الاحمال ما بين البحر ده والبحر ده هيجيلي عزم على القاعدة بالشكل ده. طب ما ده تقول لي واحد يقول لي خلاص ما ده يبقى one direction moment، اقول له لا. لو افترضنا بقى ان اللايف لود دوت اللي حصل له اني جه على البحر التاني ده من الفريم، المومنت اللي انت شايفه جاي اتجاهه بالشكل دوت هيبتدي يعكس اتجاهه ويبقى في الشكل التاني ده، بالاضافة طبعا ان في لود عندي اللي هو الحمل بتاعي، فبقى العزم بتاعي بيسموه العزم دوت عزم ريفيرسبل. يعني ايه ريفيرسبل؟ يعني متعاكس، يعني مره ممكن يجي كده ومره يجي كده. ده الحاله اللي ممكن توصل او انت تجيلك قاعده متعرضه لعزم متعاكس، وفي الاجزاء القادمه ان شاء الله هنعرف ازاي نصمم هذا او هذه القاعده. شكرا.